أنا في ناس ميم صدقتني بسبة مقطع أنا منزله، جاني هجوم مو طبيعي صراحة، ما راح أسكت للموضوع هذا. شوف المقطع هذا تمام، خلال أقل من ساعة 800 كومنت. شوف التعليقات، بس عشان قلت تاريخ ميلاد الحقيقي. شوف الترند تحط بالتاريخ مو تاريخ تخرجك، لكس 2002 قبل الهجرة، ما يقصدون متى دخلت 30 لما تطلع دقنة يا جماعة، شي يقصدون الصورة بـ2002. ليه مو راضين تصدقوني؟ ليه؟ بس مو مشكلة، اتفاهم معكم بعد شوي، بلبث ان شاء الله. شوفكم بعد شوي.